يبقى إذن كما قلت أن يقدم الفريقان أن يكون في مستوى هذا الترحاب وهذه التضحية إن شئنا، هذه التضحية التي يقدمها جمهور الفريقين وخاصة جمهور الوداد الذي تحمل عباء السفر، وهذا ليس غريبا على جمهور فريق الوداد البيضاوي، يقول تحمل عباء السفر لمدينة فاس ليجد أمام فريق مريم فاسي. الآن كرة الفتاة فريق مريم فاسي، سيدان هذا دافع عند الفريق نادي سيدان، دفاع كتب الكرة دائما لم ينجح دفاع فريق المغرب الفاسي في التخلص نهائيا من هذه المقابلة. تعود مرة أخرى تمريرة خطيرة، ضربة قصية والهدف ممتاز، هدف لفائدة فريق الوداد البيضاوي والمقامة، وإلا اللاعب مويتيس وليس لاعب آخر غير سي فؤاد. المسألة اللي تكلمنا عليها في بداية اللقاء قلنا على أن التمريرات العرضية تقدر تكون مفتاح اللعب، فشنا الجهة اليمنى ديال المغرب الفاسي نشطها بامتياز اللاعب العمري وعطى الهدف، شنا الجهة اليسرى ديال فريق الوداد نشطها سقاط وعطى أكثر من تمريرة فتمريرة. شاهد مرة أخرى لإعادة لهذه المقابلة اللاعب لهذا الهدف سقاط يمرر وضربة رأسية اللاعب مويتيس، جميلة جدا الهدف الرابع لهذا اللاعب الكونغولي لاعب المنتخب الكونغولي. نشاهد مرة أخرى الارتقاء وضربة رأسية ممتازة لهذا اللاعب الذي يتنبأ له الكثيرون من عشاق كرة القدم بأنه سيعطي نكهة أخرى للبطولة الوطنية، وهو يعلن عن نفسه كأحد المرشحين لاحتلال صدارة الهدافين في هذا الموسم، أربعة أهداف عند لاعب مويتيس من مولي الأحماني الذي يقوم بفرصة لفتاة فريق المغرب الفاسي. هنا فراغ شارع كبير، فرصة سقط من فين درس بالعمري، محاولة درس بالعمري وهي يسدد ويسجل اليمنى، محاولة للتمرير فرصة لفتاة فريق الوداد البيضاوي استدامة فريق المغرب الفاسي. هشام اللويسي الآن كرة عالية ضربة رأسية والهدف، هدف التعادل تكاد أمور لا تصدق في هذه الأثناء، هدف تعادل كيسجلوا اللاعب فريد العلاقي في الوقت اللي تعطر الحارس. أخرى ما أحلاها لقطات هذه التي نعيشها في هذه الأنفاس الأخيرة من المقابلة، نشاهد ضربة رأسية و في البداية كان تعطر الحارس، نشاهد مرة أخرى ضربة رأسية ديال فريد العلاقي كي تعطر أنس الزنيتي، ومرة أخرى يتعطر اللاعب اللي كان في المتواجد في المرمى. نشاهد اذا هدف لكل فريق، يعني كرة عالية من اللاعب هشام الويسي فاسي، كيفقدوا التوازن ديالهم الحارس هناك.